لعمل ووضع بعض البرامج في بعض الجامعات والمعاهد للتدريب على في مجال التامين، لعمل فحص اكتواري لصناديق التامين والمعاشات، ولمساعدتنا في صياغه سياسه الحمايه الاجتماعيه اللي احنا بنشتغل عليها. تدريب يا فندم واطلاع على الممارسات العالميه وافضل التجارب في الدول الاخرى، وكيف تعاملت الدول الاخرى مع مشاكلها، وكيف نتناول مشاكلنا بالحلول. دايما الاطلاع على تجربه الاخرين بتكون مفيده.